اليوم ما راح نتعبكم كثير، نعمل روتيشن لجذعنا لين بس العمود الفقري والجذع قبل ما نبدا. آليتنا اليوم حتكون تمارين متعددة، هنعطيكم تمرين اون تمرين اوف. شو يعني؟ يعني حنشتغل تمرين عبارة عن 30 ثانية وبعدين هنريح شوي ونستخدم تمرين ثاني وهكذا نكمل. ايزي ران بالمكان خفيف بس ننشط الدورة الدموية بشكل يسمح لمفاصلنا ان تتحرك بسهولة اكبر. جود. هلا حنحط تايمينج عبارة عن 30 ثانية نبلش فيه. هلا هذا التمرين اللي احنا قاعدين نسويه بتخيل انه اغلب الناس الموجودين يشوفون الان بيقدروا يعملوه، تمام؟ بال 30 ثانية هاي بنحاول نسرع قد ما نقدر وننجز. يلا 3 2 ليتس جو. ممكن نعمله سبرنت، نشغل فيه عضلات البطن كمان والايدين زي ما احنا ملاحظين. جود. نتحرك بخف على الارض، الامشاط بس هي اللي بتنزل على الارض، نسميه سبرنت. 1 2 1 2 1 2 جون. كمان 10 ثواني. اذا بنلاحظ انه الايد دائما بتتحرك هون عكس الرجل. لاست سكند. بس شيك للرجلين. هذا اول تمرين، حسينا شوي هلا انه اختلف الوضع، ارتفع الهارت ريت وهذا شيء طبيعي. اذا بنحس بضيق دائما ناخذ نفس حتى واحنا شغالين، نقدر تشيك الليجز بعدين بنرجع. هلا حنعمل جاكس ايزي على الارض. 1 2 1 2 اوكي. 5 ثواني وبنبدا. 4 3 2 ليتس جو. اوت اوت اوت. برضه هذا التمرين بامكاننا ان نثبت ايدينا ونشتغل بالرجلين اوت ان، بنشغل فيه الجزء السفلي او بندمج الجزء العلوي مع السفلي. ممكن نسرع شوي حسب احنا شو حاسين، مهم انه نخلي امشاطنا لبرا في هذا التمرين. يعني لما بدنا ننزل برجلينا على الارض تكون الركب بتاشر لبرا. last 5 seconds 3 2 and 1. اوكي شيء كمان مره لرجلينا نرتاح. هذا تمرين ثالث حنعمل سكيترز. السكيترز هو حيكون سايد تو سايد، جمب جمب بشكل بسيط. ممكن نستخدم مسافه صغيره نبدا فيها، اهم شيء هون صدرنا مرفوع. 5 ثواني كمان عشان نرجع نبدا. احنا بنعطيكم 30 ثانيه شغل، 30 ثانيه راحه عشان نعمل كنترول شوي شوي. بريث. يلا 1 2 1 2. سايد تو سايد. الجمب حتكون خفيفه، وإذا بنلاحظ إن الركبة دائما متنية عشان تمتص وزن جسمنا على الأرض، صدر بضل مرفوع. جود. هون 1 2 1 2. ممكن أوسع المسافة بين رجلي، إني أنط، أحاول إني أنط أبعد بعد مرحلة من المراحل. جود. 1 تايم. شيك لرجلينا، حنحس أغلب لودنا اليوم على الجزء السفلي من الجسم لانه بنستخدمه اكثر. بريث. اوكي هلا حنعمل حركه جانبيه للسايد اللي هي 1 2 بننزل نعمل تاتش، 1 2 بننزل نعمل تاتش. 5 ثواني. الاوبشن الاسهل بانه احنا ما نلمس الارض. 3 2 جو. 1 2 تام وتاب. لاحظ انه لما بدنا ننزل نلمس الارض لازم تكون رجلينا واسعة، صدرنا مرفوع، ركبنا لبرا. ايزي داون. جود. الاوبشن اللي حكيت عنه اني اظل هون نازل شوي بس من غير لمس. جود. اخر ثواني. تايم. شيك. بريث. نفس. حنرجع كمان مرة من أول. هلا عملنا أربع حركات رئيسية، حنرجع للسبرنت كمان 10 ثواني. زي ما حكينا إنه الرايت مع الليفت بدها تطلع. بريث. نفس. 3 2 1 رن جو. 1 2 1 2 1 2
سبيد 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 سبيد. هون كمان إذا حسينا هذا الليفل ممكن يكون بسيط، ممكن نرفع الركب أكثر شوي لفوق. Good one. نمسك ريذم. Good. 3, 2, time. Relax. التمارين اخترنا لكم اياها تكون بيسك، تمارين معروفة عشان ما نفكر كثير، بس نحط افورتس على اشياء معينة. Breathe. الجولة الثانية هاي لازم نحس بهارت ريت شوي اعلى، لانه صرنا عارفين الحركة فبدنا نحط مجهود اكبر شوي. هلا جاكس بعد 5 ثواني. 3 2 جو. اوت ان. وبنذكر بانه الركب والامشاط بتطلع لبرا. جود. ممكن اسرع اذا في مجال اني اسرع، ممكن اخذ اوبشن تابس اذا حسيت حالي تعبان، برضو بالمقابل اني بقدر اشتغل اي ليفل واي حركه، المهم اني اتحرك. تايم. ريلاكس الرجلين. رول. جود. بلش نحس اكثر وهو وضع طبيعي. هلا نعمل سكيترز جمب رايت جمب ليفت، مع ثاني بالركب نحاول هلا ان نروح ابعد ونمسك ريذم شوي اسرع. اوكي سو 1 2 1 2 جمب 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 جمب. نخلي شوي الحركه فيها انسيابيه وجماليه كمان حتى بحركه الايدين عشان نسحب الكور، يضل في لود على الرجلين. قربنا نخلص. كيب موفينج رايت ليفت. كمان 10 ثواني. نظرنا لقدام. جود. ريست أخيرة وتمرين أخير. الحركة الجانبية بآخر 30 ثانية. نحاول كمان شوي نسرع الريذم وننزل أكثر وأقرب للأرض. بريث. ممتازين. 5 4 3 2. ننزل. Yeah. 1 2 touch. Down. Down. أسرع شوي. 1 1 1. Good. حركة الرجلين تكون خفيفة سلسة وبمسافة صغيرة. آخر ثواني. Good one. تمام. هيك بنكون خلصنا آخر تمرين. شبك يدينا، نعمل ستريتش بسيط لقدام. كويس. يدينا لورا. نفتح صدرنا، ناخذ نفس، نفرد رجلينا كامل وننزل شوي شوي، نعمل ستريتش عضلات الفخذ الخلفي. جود. يب. ستاند اب روتيشن عشان الجذع. اذا لاحظتوا اشتغلنا تقريبا 8 دقائق. يعطيك ألف عافية كوتش محمد، إن شاء الله نشوفكم فقرات ثانية ومختلفة.